أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. انخفضت درجات حرارة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية بشكل ملحوظ مع وجود غيوم وسحب كثيفة بتنذر باحتمالية سقوط أمطار بالإضافة إلى تغيرات كبيرة في حالة الطقس. ومع تقلبات الطقس بيتابع عدد كبير من المواطنين نشرة أخبار الطقس عشان يلتزموا بالملابس المناسبة حتى لا يصابون بنزلات البرد أو إنهم يرتدوا ملابس ثقيلة وتكون غير مناسبة في حالة ارتفاع درجات حرارة الطقس. عشان نحسم الجدل ونعرف حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، هل هيكون في انخفاض شديد في درجات الحرارة ولا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة؟ ايه أبرز الظواهر الجوية اللي هتكون موجودة بكرة وعلى مدار هذا الأسبوع؟ بينضم إلينا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور، منورانا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك أستاذ أحمد وأهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك حالة الطقس هتكون عاملة ايه خلال الساعات اللي جاية؟ يمكن احنا شهدنا اليوم على مدار اليوم فرص سقوط الامطار كانت متفاوته الشده على مناطق من طبعا شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، وبتختلف طبعا كانت من منطقه لمنطقه. ايضا اليوم سجلنا عظمه على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 25 درجه مئويه، فاحنا بدانا من اليوم انخفاض درجات الحراره وده اللي متوقع يستمر معانا غدا الاربعاء ان شاء الله، وكمان يوم الخميس انخفاض في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه شماليه من على البحر المتوسط. فبالاضافه الى كده كمان بيحصل تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فالسحب المنخفضه المتوسطه بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي بحس معاها بانخفاض درجات الحراره. فانخفاض درجات الحراره ده متوقع يستمر معانا لنهايات هذا الاسبوع. متوقع ان العظمه على القاهره الكبرى غدا تكون 25 درجه مئويه، يعني احساسنا بالطقس فتره النهار اجواء معتدله الحراره فترات النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، ايضا كمان محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ودخول ساعات الليل وخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، الصغرى خلال فترة الليل بتوصل ل 17 و18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هنشهده على مدار اليوم غدا إن شاء الله هيكون في فرص لسقوط الأمطار. الأمطار دي هتكون أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هنا الجهة الشرقية زي طبعا دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، شمال الوجه البحري. أيضا الأمطار هتمتد أمطار خفيفة لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، بعض المناطق كمان من جنوب الوجه البحري مدن القناة. وغدا الأربعاء خاصة الأمطار خفيفة للقاهرة الكبرى، والأمطار زي ما قلنا دايما هي بتكون على فترات متقطعة من اليوم، بتختلف من منطقة لمنطقة، ممكن لاحظها في مناطق والمناطق الأخرى لا، لكن مجمل أمطار غدا إن شاء الله غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، يعني إن شاء الله ما فيش منه قلق. وزي ما ذكرنا في الأول إن انخفاض درجات الحرارة ده هيكمل معانا لنهايات هذا الأسبوع بإذن الله. يعني كده فرص سقوط الأمطار، متوقع سقوط أمطار على مختلف أنحاء الجمهورية ولكن درجة حدتها بتختلف من مكان لآخر. يعني شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، المناطق الجنوبية ما فيش أي فرص سقوط أمطار عليها. زي ما ذكرنا كل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت فرص كمية الأمطار أقل، يعني المناطق الساحلية أمطارها بتكون خفيفة المتوسطة، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى فرص الأمطار وكمياتها بتكون أقل. طب أشد المناطق التي قد تشهد يعني أمطار شديدة إيه هي المناطق ديت؟ يعني كمية الأمطار فيها أكتر من المناطق الداخلية طبعا سواحلنا الشمالية الشرقية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط من الجهة الشرقية زي طبعا دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، وسط سيناء، المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة، يعني في بعض المناطق ممكن تكون متوسطة، بعض المناطق خفيف المتوسط، دي يمكن أكثر المناطق اللي ممكن تكون كميات الأمطار فيها أكثر من المناطق الأخرى، باقي المناطق اللي إحنا ذكرناها تكون أمطارها خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم بإذن الله. طيب، مرضى جيوب الأنفية يعني بيعانوا كتير خاصة في ظل يعني التقلبات الجوية اللي بنشهدها خلال الفترة الحالية، هل هيكون في أتربة بقى خلال الفترة اللي جاية ولا مش هيكون فيه؟
يعني على مدار هذا الاسبوع يمكن كمان متوقع لمنتصف الاسبوع القادم نشاط رياح مش هيكون مثير للرمال والاتربه. يمكن نشاط الرياح اللي بيكون موجود فقط بيحسسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره، فما فيش قلق تماما من الاتربه والرمال المثاره. لكن طبعا احنا هناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، لان احنا هنحس اكتر مع وجود نشاط للرياح الفتره اللي جايه الصغرى بتنخفض بشكل كبير. فاحنا مهم جدا في الفترة دي ناخد بالنا من انخفاض درجات الحرارة، يعني خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. طب ننصح الناس بكرة في الصباح وفي المساء، ايه الأفضل الملابس اللي ممكن يرتدوها؟ حاجات تقيلة ولا يلتزموا بحاجات خريفية؟ طبعا احنا مش بنقول ملابس شتوية، لأن احنا لسه الملابس الشتوية دي هتكون مع شهر 12 واقتراب فصل الشتاء، لكن طبعا ملابس خريفية فترات النهار وفترات الليل، فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. لو احنا بنروح طبعا أشغالنا في الصباح الباكر أو نرجع في الساعات المتأخرة من الليل، هيكون معانا جاكيت أكيد أو قطعة ملابس إضافية شال لو حسينا أكتر بانخفاض درجات الحرارة تبي، لكن الملابس على مدار اليوم هتكون ملابس خريفية طبعا. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بنشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لك. الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. دي كانت كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بحالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة. بشكركم مرة تانية وإلى اللقاء.